الموتيف ديال اليوم هو القصة ديال أشهر مغني ديال الراب أمريكي داز التاريخ، اللي هو توباك شاكور، واللي باع أكثر من 75 مليون ألبوم. اختاريت توباك لأن المسيرة ديالو كانت حافلة بالأحداث وخامت غير صغير، وزيدون القصة ديالو فيها بعض العبر، عبر كثيرة واللي غادي نكتشفوها اليوم إن شاء الله وبحول الله في هذه الحلقة هذه. ودائما ما تنساوش تورقوا على جميع البطونات لكي يصلكم الجديد. وبالنسبة للقناة فيلم بالخف، ضربوا عليها تاني طليلات، هي بالخف، كاين بزاف ديال الأفلام. وإذا على بركة الله، توباك أمارو شاكور تزاد في 16 جوان 1971، وكانت سماته الوالدة ديالو لسين باريش كروكس، ولكن مو اللي سميتها أفيني شاكور سماته توباك أمارو على المناضل البيروفي، يعني من مدينة بيرو، اللي سميته توباك أمارو سيغوندو أو الثاني، اللي كان مناضل من مناضلين ديال الهنود، الهنود الحمر، السكان الأصليين اللي كانوا هما الأنكا، واللي كان قاد واحد ثورة ضد الاحتلال الإسباني في القرن 18 بالضبط سنة 1781. ولكن داك الثورة فشلات، وكانت بغاته يكون، يعني الأم ديال توباك كانت بغات ولدها توباك يكون توري بحال توباك أمارو الثاني، وفعلا خرج ودار ثورته هو ديالو، ولكن ماشي ثورة بحال اللي كنعرفوا هنايا. توباك تزاد في مدينة نيويورك، أمه كانت مناضلة مع البلاك بانثر بارتي أو حزب البانتيرا الأسود، اللي كان حزب ماركسي لينيني كيناضل من أجل العدالة والإنصاف للمواطنين الأمريكان ذوي البشرة السوداء، وكان حزب محظور في أمريكان. علاش الإخوان؟ لأنه كان كيخدم أجندة شيوعية، وكان كيتلقى الدعم من الدول الاشتراكية بحال كوبا والاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة. دونك هاد الحزب هذا كان محظور، لأن كانت واحد الحرب باردة من الاتحاد السوفيتي وأمريكان، يعني الشيوعية ضد الرأسمالية، وهذا كان كيخدم أجندة شيوعية في دولة رأسمالية. توباك كبر في القحط، وحتى با بيلي غارلاند كان مناضل من الحزب المحظور ديال بلاك بانثر باري في الستينات، وفي أوائل السبعينات كانت كيناضل تما. وفي ماي 1971، أي شهر قبل ما يتزاد توباك، تحكمت أمه في نيويورك في القضية ديال بانثر 21، اللي كانوا فيها 21 عضو من داك الأعضاء ديال البانثر، وخداو ما يقارب 150 تهمة، منهم زعزعة الأمن عن طريق تفجير كوميساريات ومراكز تعليمية. ولكن الجوري، لأن النظام القضائي في أمريكا كيعتمد على الجوري، يعني كيجمعوا هذوك الجوري هما اللي واش كيبرؤوا ولا يعني كيغرقوا، يا إما يغرقوا يا إما يبرؤوا. وبرؤوا هذوك 21 ممبر، منهم الأم ديال توباك من هاد التهمة. واخيرا مت توباك ما ولدتش في الحبس، لان كان ممكن انها تحكم وتولد في الحبس. المهم، توباك تزاد في حي ايست هارلم في قلب مدينه نيويورك، بالضبط في مانهاتن، واللي كان حي فقير كيسكنوا فيه غير الدراوش، والاغلبيه ديالهم كانوا من المواطنين ذوي البشره السوداء. مت توباك ولدت ولد وبنت، يعني هي كانت زوجات با توباك غارلاند، ولكن تزوجت بواحد اخر وولدت معاه وليد وبنيه. وسط النضال والمضايقات يعني اللي كانت كتعرض لها هي، لان هي كانت مناضله، مت شاكور كانت صعيب عليها تلقى الخدمه في نيويورك، يعني كان صعيب عليها، لان شكون غادي يخدم وحده مشاغبه وديما عندها مشاكل مع البوليس؟ وفي ذاك الوقت في السبعينات كانت العنصريه عيناني بيناني في امريكا، وعاد اي واحد كيلفقوا له التهمه، يعني اي واحد كيحصلوه كيلفقوا له شي تهمه بالتخابر مع العدو السوفيتي، يعني كانت توهم كتفرق عليهم بالعرام عادي، لا شي سرق شي حاجه ولا دابز مع شي واحد. وزيد على ذلك، الام ديال توباك كانت مدمنه على المخدرات، واضطرات تهز ولدها توباك اللي كان يلاه عنده 13 عام، ومشاو سكنوا في مدينه بالتيمور اللي غادي يبقاو فيها 4 سنين قبل ما يهاجروا الاقصى الغرب في النواحي ديال مدينه سان فرانسيسكو في مارتن سيتي، وغيستقر توباك تما في كاليفورنيا حتى غيموت. توباك فاش انتقل كاليفورنيا كان في عمره 17 عام، قرا مزيان الاعدادي في بالتيمور، وداز يعني على 3 ديال المدارس، ولكن في الثانوي ديالو غادي ياخذو من بالتيمور سكول فور دي ارت، وغادي يقرا التمثيل البالي والجاز والشعر، وهنا بان الميول ديالو للتمثيل، يعني لعب في مسرحيات شكسبيريا. وديك المدرسه في بالتيمور غادي يدير صداقه مع جيدا بينكيت، وكانت يعني هو كان كتب عليها بيوت شعريه،
هناك توباك بين الميول ديالو الكتابات القصائد والراب والغناء، وكان عضو نشيط في المدرسة ديالو، كانوا كيبغيوه يعني صحابو، لأن كان دري تشاتشي مطلوق ظريف يعني. فاش دار 17 عام التحق بالشبيبة الشيوعية في الحزب الشيوعي الأمريكي، يعني كان نشيط تا اونيفو بوليتيك، وكان كيخرج مع بنت الرئيس المركز ديال داك الحزب الشيوعي في داك البلاصة في بالتيمور، ومول اللي كانت كتدفعو باش يتبنى يعني هاد الأفكار هذه التورية الماركسية اللينينية كسبيل لتحقيق العدالة. احنا غنشوفوا كيفاش غادي يتحول من بعد، يعني من هاد لي كونفيكسيون هادو غادي يتحول لواحد الانسان من يساري مخضرم الى يميني. المهم فاش دار 17 عام غادي ينتقل هو مول كاليفورنيا، وبالضبط المدينة مارين سيتي في الجهة ديال سان فرانسيسكو، كمل تما في واحد المدرسة واحترف التمثيل، ولكن ما خداش الباك ديالو، يعني خدا واحد الدبلوم اللي كيعترفوا بيه لا توباك قرا، وخدا دي كريدي مزيانين يعني كريديتس مزيانين، ولكن ما دوش الامتحان ديال الباك باش ياخد الشهادة ديال الهاي سكول. المهم في 1989 غادي تبدا البدايات ديالو الموسيقية تحت اسم ام سي نيويورك، وكان كيحضر يعني الحصص الشعريه ديال ليلا ستاينبرغ، وهاد الاخيره هادي هي اللي غادي تنظم ليه بزاف ديال الحفلات يعني. ومن ثم غادي اسس فرقه ديجيتال اندرغراوند، وفي 1991 غادي يبدا يطلع على المنصه يغني تحت الاسم توباك، وغادي يبدا يخرج البومات بحال توباكاليبس ناو وستريكتلي فور ماي نيجا. المهم هادو هما السميات ديال لي زالبوم. في اواخر 1993 غادي اسس مجموعه تاغ لايف، ودار فوليوم 1 في اكتوبر 1994. وبما ان الراب ديال توباك كان ذاك الراب اندر جراوند قاسح وطاغي عليه العنف، يعني تحت ما يسمى راب العصابات والغانغستر راب، لان ما نساوش ان توباك كبر في احياء فقيره الاخوان، وكان ديما المواطن الاسود، وباقي لحد الان كيتعتبر مجرم، واخا يكون غير غادي مسكين في شي طريق غير دري، حيتاش هو بلاك غادي في شي طريق، وداك الطريق مثلا وقعت فيه شي حادثه مثلا شي شوتين شي لعيبه، الا مثلا شكوا فيه البوليس شحال من طفل وشاب تقتل من البوليس يعني من عند البوليس، غير حيتاش هو ذوي البشره السوداء فهو متهم، يعني ضروري ما يكون داير شي حاجه، واخا يكون مسكين دري تينيج، واخا يكون شاب كما كان راجل كبير. المهم دائما الانسان ذوي البشره السوداء عنده داك البروفايلين كيتبروفايل على انه مجرم. وعاد نزيدوا العنصريه في اماكن العمل وحتى في المدرسه، وتوباك وسط هذا الشيء، وزيد عليها الاطلاع ديالو على الفلسفه ديال العصر الانوار بحال الفلسفه ديال نيكولو ميكيافيلي، والتشبع ديالو بالافكار الماركسيه اللينينيه، وكان ديما يعني في الاغاني ديالو كيذكر دوك الحكام اللي كان كيعتبر يعني دوك الحكام ثوريين، بحال اللي نقولوا القذافي بالنسبه ليه هو مثلا صدام حسين وكاسترو في كوبا وما الى اخره من الحكام، كان كيعتبر راسه هو توباك نبي من الانبياء اللي جا باش يخلص المواطنين السود من الاضطهاد، وهذا الشيء كامل خلاه يستعمل الخشونه في بزاف ديال الاوقات في بزاف ديال المواقف ديالو. دونك كيمشي كيخرج مثلا دي فوا لي بواط كيدابز راجع هادي ومن غير داك الحرب الهوجاء بين نيويورك بين الاقصى الشرق واقصى الغرب ديال البلاد بين نيويورك ولا كاليفورنيا، فهمتي؟ فكان عايش يعني واحد الحياة مليئة بالأحداث مليئة بالمشاكل. دونك كيما قلنا هو راه ما كانش زعما راه ملاك، كان مشاغب وكان فولغار وكان كيغني وكيسب في الغنى ديالو، وهز فردي غانكستر، يعني كان انسان مشاغب، فهمتي؟ ماشي شي واحد ملاك مثلا ولا شي حاجة. فمن غير مثلا بحال اللي قلنا العصابات بحال هكذا، هذا مع هذا كيدابزو، هذا كلاش، هذا مشى مع المرأة ديال هذا. المهم داك المسائل داك الاشياء اللي كيوقع بين روابا، الحرب اللي كانت كبيره هي بحال اللي قلت بين الايست والويست، يعني بين روابا ديال نيويورك ولا كاليفورنيا. في 1993 نوتوريوس بيج او بيجي غادي يطلب من واحد البزنس ديال المخدرات انه يعرفوا على توباك شاكور اللي كان كيتقدم منه، وهنا صاحب توباك مع بيجي نوتوريوس، وكانوا ديما كيتجمعوا مع بعضياتهم في نيويورك لوس انجلوس. وفاش بدا كيسطع النجم ديال بيجي في بروكلين نيويورك، طلب من توباك باش يكون هو المانجر ديالو. وهنا توباك قال له شوف اخونا، من الاحسن شوف مع بوف ديدي في نيويورك. وهنا بيجي بحال اللي حس بالحقره، لان توباك كان كان انستالي مزيان، كان دابا واصل كيركب طوموبيلات زوينين، ساكن في دار زوينه، كيعيش في الرفاهيه، ولكن بيجي كان مازال فقير مسكين في بروكلين، كان مازال كيبدا.
هنا توباك عرض على بيجي باش يدخل معاه في الجروب ديالو ديال تاغ لايف ويخلي نيويورك ويجي لا كاليفورنيا، ولكن بيجي بغى يدير شي حاجه ديالو، ما بغاش يبقى يخدم مع توباك ولا خدام مع بوف دادي ولا شي حاجه، بغى يدير شي لعيبات ديالو، ودار الجروب ديال جونيور مافيا مع ليل كيم وليل سيز. نرجعوا ل 1993 وبالضبط في نوفمبر، توباك غادي يتهموه هو وجوج ديال صحابو واحد التهمه ديال اغتصاب واحد السيده سميتها ايانا جاكسون وحيازه سلاح بدون ترخيص، وانه تيرف جوج البوليس في اتلانتا واللي غادي يتم التبرئه ديالو منها، ولكن في ديسمبر 1994 غادي يتم التبرئه ديالو، وفي 1995 غادي يتم الاستئناف، وفبراير 1995 واحد القاضي غادي يحكم عليه ب 18 شهر ويخلص 3 مليون دولار، واللي من بعد العائله ديال ايانا جاكسون غادي تطالبوا ب 10 مليون دولار كتعويض. المهم قبل ما يدخل توباك للحبس وبالضبط في 30 نوفمبر 1994 كان في نيويورك، عرض عليه واحد خونا يعني مشى الكوات ستوديو باش يغني واحد المقطع، واقترح عليه واحد المبلغ ديال 7000 دولار، يعني غادي يمشي يغني في ستوديو واحد المقطع يعطيه 7000 دولار. توباك قبل واخا ما ارتاحش لذاك هذا البريكو هذا، ولكن كان محتاج ذاك الفلوس لان كانوا عنده قواضي عنده مشاكل فاي حاجه غير ارا. المهم غير فاش وصل اللوبي ديال داك العماره فين كاين داك الاستوديو، غادي تخرجوا ليه ثلاثه ديال الناس من التمين غيتيريو عليه خمسه ديال القرطاسات، ولكن ما غادي يموت توباك، يعني غادي يمشيو يديوه للسبيطار باش يداوه السبيطار ديال نيويورك، وغير خرج من تما جاو هزوه للمحكمه بالكروسه وبالقابس وبالمسائل باش يتحاكم بتهمه الاغتصاب ديال داك البنت في الاوتيل. المهم توباك دخل الحبس في 14 فبراير 1995 مر الواقعة ديال نيويورك اللي ما ماتش فيها، ودخل الحبس حاقد على بيجي ولي رابور ديال نيويورك اللي حسب توباك يعني نوتوريوس بيج هو المول هاد الفعلة، لانه كان في داك الاستوديو في داك الليلة كان تمتا هو، ولكن بيجي ما كانش معاه هادوك ثلاثة ديال الشفارة اللي قرطسوا توباك. مهم انا كنقول بالله ماشي بيجي اللي قتلو، شي واحد اخر شي اجون واحد اخر قتل. خونا توباك دخل الحبس بواحد الروح جديدة، لان بحال اللي تكسبت له حياه جديده، وزاد الثقه ديالو في النفس، يعني تزاد الثقه ديالو في النفس انه فعلا شي واحد تشوزن شي نبي من انبياء الله، وانه في هذا العالم بوغ اون ميسيون وهي العداله، نشر العداله في العالم، يعني كوت كوت الغايه تبرر الوسيله، يا بالغانغستريزم يا بالراب يا بالقتيله يا بالذبيحه. المهم خونا ما منفاكش، يعني عنده واحد الجهد عالي جدا، وتما غادي يزيد يحراش وغيطغى مزيان، وغادي يبدا يقرا الفلسفه ديال نيكولو ماكيافيلي، واللي الكتاب المشهور هو لو برانس، واللي غادي يسمي راسو من بعد قبل ما يموت غادي يسمي راسو توباك، كان غيولي سميتو ماكافيلي، يعني دابا كو عاش كره دابا كنعيطوا ليه ماكافيلي ولا شي حاجه ما فوق الماكافيلي. وقرا حتى فلسفه الحرب الصينيه ديال سونزو، فيها الفلسفة والتخطيط العسكري والفلسفة الحربية، وفي أفريل 1995 غادي يتزوج من كيشا موريس. فاش غادي يخرج توباك من الحبس غادي يخرج ساخط على الوضعية، لأنه حس براسه تحقر، وأن البوليس والحكام ديال الولايات المتحدة الأمريكية ما باغاش يطلع والسيطر ديالو، وما باغاش حتى السيطر ديالو يسطع، وبدا كيدخل في نظرية المؤامرة والماسونية والإليميناتي أو الدولة العامقة الأمريكية هي اللي متحكمة في وسائل الإنتاج، وهي اللي واقفة دايرة ليه العصا في الرويضة واقفة ضده، وأنه خاص يحرر البشرية منهم، ويمكن شي حوايج يقدر يكون عنده فيهم الحق، لأن داك الحادثة ديال نيويورك اللي فقعت في داك الاستوديو في 1994 كان يمكن يكون غير شي سيتاب ديال السي اي اي ولا شي وحدين باغين فيهم الخدمه، يعني باش يلاقيو بيجي وتوباك في نفس البلاصه ويخليو يعني يتيروا في توباك في شي بلايص اللي ما يقتلوش، وهذه خدمه كتكون غير ديال المخابرات لانهم ما عارفين فين غيضربوا. اما شي شفاره مبتدئين عشوائيين كان يتيري له قرطاسه في الراس يقتلوه، كان هذه يعني هاد العمليه هذه مدروسه يعني بإحكام، أنا كنقول 100% كان داخل فيها السي آي اي. المهم وزيدون المشكل بين بيجي وتوباك ماشي المشكل اللي غادي يخلي بيجي باش يمشي ويقتل توباك ويجيبو تا نيويورك ويقتلو ويوقع عليه مشاكل حدا باب دارو،
فهمتي؟ ولكن المهم يعني كانت حرب بيناتهم هوجاء، وتخسروا فيها بزاف ديال لي غوسوغس، وماتوا فيها الناس مع الاسف. وهنا فاش خرج توباك من الحبس زادت العدوانيه بيناتهم، لان توباك بحال اللي تشبع بالفلسفه فكريا وجسمانيا، وعرف الحبس، لان كانت اول دخله ديالو للحبس 18 شهر. فهنا اش غادي يدير؟ غادي يخرج من تما ساخط، وغادي يطلع النيفو، غادي يطلع الحرب بريمير ديفيزيون، غادي يبدا التهديد، غادي يبدا كذا السبان، يعني بدياسك خايبين، دياسك كيسب فيهم بنادم يعني ديريكتومون، كي كلاشي بنادم ديريكتوم. 7 سبتمبر 1996 توباك غادي يكون في مدينة لاس فيغاس باش يحضر واحد العيد ميلاد، واحد الماتش ديال البوكس اللي كان لعب فيه مايك تايزن. وفي الخرجة وقع له تصادم مع واحد المومر ديال واحد العصابة سميتها ساوث سايد كامبتون كريب، وتوباك ورباعته بحال اللي حقروا واحد المومبر من لي مومبر ديالهم، كان سميتو اندرسون. المهم داك هنا فاش تحقر مشى شكا الجانج ديالو، لانه هو تابع عصابه. المهم هنا توباك غادي يرجع بحالو للوطيل، ومن تما غادي يدوز، يعني غادي يدوز اللوطيل من البوكس، غادي يدوز اللوطيل من تما الديث رو كلاب اللي كانت بواط دو نوي ديالو. ومن يركب في داك البي ام 750 ال اي، وقفت حداهم واحد الكادياك، وتيراو فيهم يعني هذوك الجماعه ديال داك خونا اللي تحقروا عليه، تيرا في توباك 4 القرطاسات، 2 في صدره كانت قاتلة، درت له نزيف داخلي اللي مات فيه مور داك النهار. وبحال اللي كنقول يعني هاد المسائل ديال هاد لي كلاش يعني كيوقعوا مثلا حتى في المغرب، كتلقى رابور كي كلاشي رابور، واحد كي كلاشي واحد، فهمتي؟ وغير المشاكل وغير العيب. انا ما كنعرفش علاش حنا مثلا ديما حنا خصنا المشاكل، علاش ما تكونش مثلا واحد يخدموا مع بعضياتهم، يديروا اغاني، يشوفوا المشاكل ديال بصح، ماشي يبقى يسبوها، هو انت انا درتك، ويسبوا لك مرتك. يعني بحال مثلا داك الشيء اللي واقع مع بيج، وواحد الرابور واحد اخر، ولا حليوه، ولا مهم كاع لي رابور. يعني ما عرفتش علاش ديما الكلاش، انا الكلاش ديما الحرب، ديما خص الحرب، علاش ما يكونش السلام؟ علاش ما ديروش شي حاجه فريمون هادفه؟ فانتوما واعرين وعندكم الفلو وعندكم الكلام وعندكم سميتو، كتضيعوا الوقت في البساله الباسله. دونك هذه هي كانت الحلقة ديال توباك، ونضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.